السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم فيديو جديد في القناة العبارة على الشوسون بالتفاح. صراحة رائعين بواحد المرحلات اللي هما يبساطي، حاولت أنني نبسطو أكثر باش هكا كنديروه في معتان بوف لي كوتي. إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. ندوزو للفيديو اللي غادي نشوفو فيه المكونات والطريقة. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو كاس ديال الماء والملح والدقيق، انا عابره هنايا 500 غرام ديال الدقيق ونص كاس ديال الزيت النباتيه. اما بالنسبه للزبده فهذه الزبده ديال التراق الخاصه بالتراق، ماشي اي زبده غادي نستعملو، هذه بالضبط. كاينين انواع، كاينه اطلس، كاينه بونا، كاينه شحال من ماركه، كاينين انواع. غادي نديرها كتبرد بين ما خلطت هاد المكونات هادو. غادي ندير هنايا الدقيق، غادي ندير ديك الكميه ديال الزيت اللي هي نص كاس ديال الزيت والملح فقط، يعني مكونات جد بساط، تقريبا بحال العجينه ديال المسمن، وانما كتختلف الطريقه ديال التراق ديالها. فصراحه رائعه وسهله، غادي نديرها لكم مراحل اللي هي سهله وكتخرج بحال ديال المحلات، بحال ديال اللي كنشرو من على برا. غادي نجمع العجين، ما غاديش ندلكوها، انما غير غادي نجمعوا العجينه عاديه بداك النص ديال الكاس ديال الماء فقط، وحنا غادي نبقاو نديها واحد جوج دقائق هكا غير كنتاكد بان انسجمت تماما. غادي نبقى نديها ونجيبها واحد دقيقه هكا، فما ماشي ضروري انها تكون كترتق او العجينه معجونه مزيان، لا غير عجينه عاديه غير ما تكونش رطبه اكثر من الجهد وما تكونش قاسحه، ما تكونش ديك العجينه اللي كتلصق مع اليد، ها هي كتكون شاده راسها. صافي كنشد دقيق، كنطلق العجينه عادي وكنشدو نص ديال هذيك الزبده، يعني 250 غرام. فبالمجموع عندنا 500 غرام ديال الدقيق مع 250 غرام ديال الزبده، يعني نصف ديال الكميه ديال الدقيق اللي عجنا في الاول، نصف كميه ديال الزبده. كنشدها، انا درتها شويه بردات في الثلاجه، والماء باش عجنت العجينه راه كان بارد، يعني كلشي كيكون بارد في بارد. هكا كنخليو الزبده كتصبر معنا وما تشي كتذوب دغيا. صافي كنقطعوها هكا على اساس اننا كنديروها غير في واحد الثلث من العجين، يعني واحد الثلث خاوي يعني من هذا الشيء والثلث الاخر خاوي، فاش ملي نطويو كتجينا الزبده من الوسط هكا كيبان داك التراق ديالها اولا الفلتاج ديالها كيبان، يعني ما غاديش نطليو الزبده كلشي من الاول. فهكا منين غادي نبداو نورقو في الزبده كتطلق راسها براسها. صافي كندير عليها داك النصف الاولاني ديال العجين وكنطلق العجين باش يجيني على قياس هذا. كنحاول انني نحتفظ بالعجينه مستطيله هكا كتعاون في الخدمه وكتجيني سهله حتى في التلق ديالها، يعني ما كنمشيش لها هكا لا هكا. وغادي نطلقها المره الاولى. ملي نطلقت العجينه ودرتها كتبرد يعني واحد شويه واحد 5 دقائق هكاك في الكونجيلاتور، هاد الاثناء غادي نوجد لا كريم باتيسير اللي غادي نستعمل مع التفاح. هنا درت كاس ديال الحليب ودرت جوج معالق، كاس ديال الحليب راه كيهز ليا تقريبا واحد 400 ملي ديال الحليب. درت فيها جوج معالق ديال كريم باتيسير، انا هنا ما عنديش لومبالاج حيتاش عندي كريم باتيسير اللي كانت كبيره وفرغتها. المهم لا كريم باتيسير العاديه، سينو ما كايناش نديرو المشا. جوج معالق كبار بومبي ديال سنيده، كنحرك كلشي بارد بارد، عاد كنديها فوق البوطه حتى كتعقد. منين كتعقد لي لاكريم كنلوح عليها طريف ديال الزبده وداك التفاح راه قشرتو. درت انا هنايا ثلاثة ديال التفاحات، فعلى حسب بغينا التفاح يكون باين كتروه، بغينا كميه هكا تجينا معقوله مع لاكريم راه هكا مزيانه. المهم على حسب 500 غرام ديال الدقيق ديال الشوسون راه ما كتخرجش لينا كميه بزاف، يعني هاد الكميه راه كافيه وما كتشطش، كتجي هي هذيك. صافي كندير داك التفاح، انا بقاو لي هنا شي وحيدات غادي نقطعهم معليش، وغادي نبقى نحرك هذاك التفاح مع ديك لاكريم راه باقا دافيه. داك التفاح كيبدا كيشد ديك بحال قلنا كيبدا كيدخلو الطياب، وغيكمل الطياب تاعو في الفران فكيجي رائع، كيجي كريمي. فجربوها. فبالنسبه للمقطع اللي ما تسجلش في الفيديو انا كنشرح فيه لاباط فيتي، راه غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط ديال لاباط فيتي، كنت سجلتها في القناه شحال هذه، فراه نفس الطريقة تقريبا، وراه انا شرحت لكم اصلا في الفيديو. فنتمنى ان الطريقة تعجبكم وتجربوها.
غادي نعاود نطلق العجين، يعني هنايا غادي نطلقوها 3 المرات. وحنا كنورقوها الزبده درناها في الاول وحنا كنطويو، فكنظن ان المراحل باينين. يعني دابا غادي نطويها على اساس انني كنقلبها كل مره بمره باش الزبده ما تهبطش ليا كلشي لتحت. فكنطلقها وكنحاول انني نردها كلها بواحد القياس، وكنديرها 2 المرات. عاودت العمليه، كنعتذر بان الفيديو ما تسجلش، فكنقويها المره الثانيه وكنخليها واحد دقيقه فوق البوطاجي، وكنعاود عاوتاني نطلقها ونطويها. ف3 المرات غادي نعاودوا هذيك العمليه بلا ما ندخلوها للفريغو. ف3 المرات غادي نبقى نطويها، واحد المره ثانيه ثالثه. فكنظن ان العمليه راه باينه، يعني المرحله الاولى ديال الزبده راها تسجلات، غير المراحل الاخرى ما تسجلوش. مهم، كنظن ان العمليه راها باينه، الطريقه مفهومه صافي. وكنقطع لي شوسون ديالنا، انا قطعتهم هنايا صغار، بغيناهم كبار فماشي مشكل، داكشي كيرجع على حسب الذوق. غادي نقطعهم كلهم وغادي نبدا باش نطلقهم. ما غاديش نطلقهم بشكل طولي كلهم، غادي نحلهم غير شويه بالدلاك من الوسط. فكتشوفوا ان العجينه هي بحالاش، فكانت دائريه شويه ولات بيضاويه. علاش؟ انني ضربتها بالدلاك شويه من الوسط باش تطلق لي راسها من في الوسط، وانما الجناب كيبقاو عراض على اساس هما فاش غادي تبان ديك الحيوطاج. ما نرقوهاش نهائيا، الا رققناها راه كتجي رقيقه بزاف صافي. كنبدا نعمر، كندير الحشوه على حسب. دهنت هي الاولى القناط بصفار البيض باش كتلتصق ليا العجين، وكنبدا كنعمر لي الشوسون ديالنا. الفران درتو سخون، سخنت الفران درتو على 180 درجه، بحيتاش كياخذوا شويه طياب، فمن الاحسن يكون الفران سخون، يستحسن ان لاباط فيتي كتاخذ طياب. المهم تقريبا واحد 45 دقيقه هكاك حتى 50 دقيقه. فكنسدوهم غير بطراف صبعنا، ما كنديروش الفرشيط باش كيتبان داك الفيلتاج كيتحلو، كيبقى فيهم هكا محلول، يعني كيتبان الطريقه. فكان ان الفيديو كله يتسجل باش هكا الطريقه تكون واضحه، وانما يا ربي نكون انني قدرت نحاول انني نشرح لكم. فالطريقه جد سهله جد سهله. منين كنديروا الزبده راه كنبقاو نطلقوا العجينه المره الاولى كنطويوها، المره الثانيه كنطويوها، المره الثالثه كنطويوها، وكنطلقوها وكنقطعوها فقط. هذه هي الطريقه صافي. كنديروهم في لاطا ديال الفران، هنا خرجوا ليا 2 لاطات، كندهنهم بصفار البيض. انا حليته شويه غير شويه القطط ديال الحليب باش يجيني مطلق. فالتزيين كيبقى اختياري، يا نخليهم هكا ونخطوهم خطيط في الفوق الفرشيط، نخليهم عاديين على بصفار البيض. كاين اللي كيبغي يدير لهم سجلان بافو على حساب. انا هنا اختاريت ندير شي وحدي بافو، واحد اللاطه خليتها بلاش على حساب الاذواق، حيت كلشي ما كاين، كلشي ما كيبغيش بافو صافي. والفران كي قلنا راه كان سخون من الاول، غادي ندخلهم يطيبوا من تحت حتى كيتحمروا مزيان، على اساس ان فران الضوء منين كيطيبوا من تحت راه كيتحمروا من الفوق، كنحتاجوش نشعلوا الفوق. فهكا كتكون نتيجه لي شوسون. من بعد ما طابوا قلت لكم دهنتهم بصفار ديال البيض، شي وحدين درت لهم بافو، وحدين خليتهم غير هكاك. درت 200 درجة في الفران الحرارة، وطابوا من التحت حتى طابوا من التحت وتنفخوا وبدا داك الفلتر ديالهم تيبان. عاد شعلت ليهم من الفوق كيحمروا، وهذه هي النتيجه. صراحه كيجيو رائعين، نقسم معكم وحده اللي صراحه هانتوما كتشوفوا كيف كيجيو، والقرمشه ديالهم خاويين من الداخل وديك لاكخيم. نتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا، لانهم صراحه من اروع ما يكون واسهل ما يكون. واخا كنقولوا انا لاباط فيتي صعيبه، فما صعيب والو. الطريقه تقريبا العجينه ديالها بحال المسمن، انا ما فيهاش حتى مكونات، والطريقه ديال الطرق تاعها شرحتها في الفيديو. تلاقاو فيديو جديد وبصحه وراحه.